معانا مشاركاتكم ومعانا تعليقاتكم اللي على مدار الحلقة عن سؤالنا عن أفضل مباراة في الموسم. يا ترى كان رأيكم إيه في أفضل مباراة في الموسم؟ وأكيد هنستعرض تعليقاتكم اللي معانا. وطبعا الأهلي خط أحمر ترندنج على تويتر كالعادة، إن الأهلي خط أحمر موجود يبقى من ضمن الترندات على تويتر، وده عهدنا بيكو دايما. ومعانا بقى أول رأي طارق مصطفى صادق، بيقول أفضل مباريات الأهلي هذا الموسم مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول والدور الثاني 4-1. يعني منير ممتاز بيقول نفسنا يبقى حفلة خاصة لتكريم اللعيبة على البطولات وكمان الجمهور، بحس بالفرحة لأننا تعبنا في كل أوقات البطولة. أعتقد يعني تم الإعلان من قبل المدير التنفيذي عن اتخاذ النادي الأهلي خطوة للاحتفاء بالبطولات إن شاء الله. حلمي مصطفى بيقول مباراة الأهلي والرجاء في المغرب لأن كان اختبار قوي لمارسيل كولر وكان قده، ومباراة الأهلي والزمالك الدور الثاني لأن وضحت الفرق بينك وبين الزمالك وأي فريق في مصر كمان. أنا شايف إن الوداد لحد دلوقتي مباراة مش واخدة حقها مع إنها في رأيي أصعب مباريات الموسم. نورا الحكيم بتقول أحلى ماتشين الزمالك في الدوري وماتشين السوبر مع الأهلي والزمالك وماتش ماتشين السوبر ممكن مع الزمالك وبيراميدز تقصد. محمد عبد الفتاح بيقول ايوه كده، الاهلي والوداد، الاهلي والزمالك، الاهلي وريال مدريد. اعتقد مباريات ريال مدريد يعني هي كانت لازم تكون صعبه. هما بيتكلموا عن الاداء، يعني ياسمين مجدي بتقول مباراه الاهلي والزمالك في الدورين ومباراه بيراميدز وبحبكم جدا، يعني شكرا جدا يا ياسمين. معانا يونس الاسكندراني، احلى اسامه واحلى فارس، مباراه الاهلي والزمالك 4-1 ونهائي افريقيا محمد عبد المنعم. انا بالنسبه لي ليه ما حدش حط في الاعتبارات مباراه الاهلي والترجي مع ان ده اكبر نتيجه بيحققها النادي الاهلي او اي نادي مصري على حساب سهل. الترجي في تونس؟ ما احنا اللي وصلناها انها تكون سهله. ما هو جزء منها برضو يعني لو هناخد بالاعتبار حاله المنافس. يا جماعه الزمن اللي احنا بنتكلم فيه عن مباراه الاهلي الترجي والترجي في بقول لك في عشان تونس كده ونصف نهائي ويقول لي عشان سهله. انت ناقص تقول لي الترجي خبزتنا على الهوا يا راجل.